لكتاب فضاء الرياضيات للسنة الثالثة من التعليم الابتدائي، الدرس الرابع، الضرب في عدد مكون من رقم واحد، الأعداد من 0 إلى 999. هذا في الصفحة 23. إذن عندنا الصفحة 23، الحصة الخامسة، أتمرن من جديد. La première question, je calcule chaque produit et je complète. Je calcule من أحسب et chaque produit et je complète. أحسب وأكمل. إذن لاحظ عندي هنا خمسة في هذا العمود وعشرة في هذا الصف. هنا غنعطيكم بشكل آخر، هنا بشكل ملون. نعم، الآن كنلاحظوا أنه في هذا الصف عندي عشرة، عشرة مكعبات في هذا الصف اللي هو ملون باللون الأحمر. هذا كنقولوا صف، هذا الصف أيضا بالأخضر عشرة، هاد بالأزرق هنا عشرة، إذن الأزرق الغامق عشرة أيضا، الصف ديال اللون الأصفر عشرة، إذن كم من صف؟ خمسة صفوف. وهنا في الصف قلنا كم من مربع في هذا الصف؟ عشرة. إذن لاحظ عندي أيضا هنا في الصف ستة، وكم من صف؟ خمسة صفوف. المجموع كم عدد المكعبات في الصف هذا الأحمر، هذا اللون الأحمر، هي عشرة زائد ستة، ستة عشر. إذن خمسة، خمسة صفوف مضروبة في ستة عشر. عندي هنا خمسة مضروبة في ستة عشر هي خمسة مضروبة في عشرة، لاحظ، زائد خمسة مضروبة في ستة. إذن خمسة في عشرة هي خمسون، خمسة في ستة ثلاثون. إذن خمسون زائد ثلاثون ثمانون. نفس الشيء بالنسبة لهذا الشكل، لاحظ عندي في الصف فيه دائما عشرة، هذا الصف هذا أخضر عشرة، لاحظ الصف باللون الأصفر عشرة، باللون الأزرق أنا عشرة. كم عدد الصفوف عندي الآن؟ ستة، ستة صفوف، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة، ستة صفوف أي ستة مضروبة في عشرة. عندي هنايا في الصف فيه أربعة وعدد الصفوف ستة، إذن العدد عندي هنا في الصف المجموع هو عشرة زائد أربعة، إذن هي ستة مضروبة في أربعة عشر تساوي ستة مضروبة في عشرة زائد ستة مضروبة في أربعة. ستة في عشرة تساوي ستون، ستة في أربعة 24، إذن ستون زائد 24 84. دائما في الصفحة الحصة الخامسة، أحسب الجداءات اللازمة لملء الفاتورة. هذه عندي واحد فاتورة، أكمل ملئها وأحسب بحساب هذه الجداءات. عندي مثلا الكمية أربعة سلعة آلاف وشجلة، ثمن وحدة 245. ما هو الثمن الإجمالي؟ إذن لإيجاد هذا الثمن الإجمالي نقوم بعملية الضرب. 245
مضروبة في أربعة تساوي أربعة في خمسة عشرون، أكتب صفر وأحتفظ بإثنان. أربعة في أربعة ستة عشر زائد إثنان ثمانية عشر، أكتب ثمانية وأحتفظ بواحد. أربعة في إثنان ثمانية، واحد تسعة، أكتب تسعة. إذا العدد هو 980، نكتب 980. عند الكمية 8، السلعة لعبة إلكترونية، ثمن وحدة 85. ما هو الثمن الإجمالي؟ إذا أيضا ننجز العملية، 85 مضروبة في 8، 8 في 5 40، أكتب صفر وأحتفظ بأربعة. 8 في 8 64، زائد 4 68، أكتب 68. إذن العدد هو 680، أكتب 680. الكمية هي 5، السلعة مكوات، ثمن وحدة 180. ما هو الثمن الإجمالي؟ إذن أيضا ننجز عملية الضرب، 108 مضروبة في 5، 5 في 8 40، أكتب صفر وأحتفظ بأربعة. 5 في 0 0، زائد 4 تساوي 4. 5 في 1 5، إذن العدد هو 540، أكتب 540. وفي عملية الضرب هذه لا بد أن باش نكونوا حافظين جدول الضرب لإنجاز هذه العمليات. الكمية 6، السلعة إناء، ثمن وحدة 28. ما هو الثمن الإجمالي؟ أيضا أنجز عملية الضرب، 28 مضروبة في 6، 6 في 8 تساوي كم؟ 48، نعم، أكتب 8 وأحتفظ بأربعة. 6 في 2 12، نعم، زائد 4 16، أكتب 16. يعني العدد هو 168، أكتب 168. تمرين ثالث، جيفكتو شاك أوبيراسيون، 135 مضروبة في 6، وبيان 135 × 6، إذن 6 في 5 30، أكتب صفر وأحتفظ بثلاثة. بالفرنسا 6 فوا 5 30 إيجال 30، جيكري 0، جيكري هي أكتب، جو روتيان 3، أحتفظ بثلاثة. 6 في 3 18، دونك 6 فوا 3 18، زائد 3 بلس 3 21، دونك بلس 3 بلس 3 21. J'écris 1, je retiens 2.
إذن أكتب واحد وأحتفظ باثنان. 6 فوق 1 6 بلس 2 8 6 مضروبة في 1 6 زائد 2 8 39 مضروبة في 5 39 multiplié par 5 donc 5 multiplié par 9 ou bien 5 fois 9 45 j'écris 5 je retiens 4 donc 5 fois 3 15 plus 4 19 j'écris 19 بعدين 5 في 3 15 زائد 4 19 169 مضروبة في 4 169 multiplié par 4 4 fois 9 36 j'écris 6 je retiens 3 إذن 9 في 4 أو 4 في 9 أو 4 في 9 36 أكتب 6 وأحتفظ ب 3 4 x 6 24 plus 3 27 j'écris 7 je retiens 2 إذن 4 في 6 24 زائد 3 27 اكتب 7 احتفظ ب 2 4 فوا 1 4 بلس 2 6 لو نومبر 676 34 مضروبة في 6 او 34 multiplié par 6 6 fois 4, 24. J'écris 4. Je retiens 2. Six fois 3, 18. Plus 2, 20. J'écris 20. Le nombre est 204. Identité puis arba arba wajoun, aktub arba ahtafil bitnen. Sita puis telata temenya tachar zaid itnen. Ishroun, l'adad huwa miatayni wa arba. Wa fil akhir andi hal amelia atadhkar لحساب 4 في 12 لاحظ العملية الأولى 4 في 12 لأن 12 هي 10 و 12 و 2 أي 10 زائد 2 4 في 12 هي 4 مضروبة في 10 زائد 2 تساوي أيضا 4 في 12 هي 4 في 10 زائد 4 في 2 هي أيضا 4 في 12 هي 4 في 10 40 زائد 4 في 2 8 إذن زائد 8 40 زائد 8 48 دونك أضرب في العشرات 4 في 10 أولا je multiplie les dizaines par 4 4 في 10 ثم أضرب في الوحدات أضرب في الوحدات إذن 4 في 2 8 je multiplie par 4 les unités إذن هذه هي العملية كنضرب في العشرات 4 في 10
ثم أخيرا في الوحدات. ونأتي إلى نهاية صفحة 23، وشكرا.